يبقى الحكم الأول والشاهد الأساسي في أي نجاح وتنمية هو المواطن باعتباره المستفيد الأول من أي إنجاز يتحقق. وبوعي هذا المواطن على مدار السنوات الست الماضية صارت مصر على طريق مفتوح للتقدم بدعم رئاسي عززه شعب لا يسمح بالتراجع. فباتت مصر في عصر السيسي أمام تجربة تاريخية فريدة من نوعها تستوجب المتابعة والتسجيل لما أنجزه رئيس بذل كل جهد. كاميرا تجولت في المحافظات المصرية ورصدت رسائل شكر وتقدير من المواطنين لرئيس وضع تحقيق أحلامهم وحفظ أمنهم واستقرارهم أولوية لا بديل عنها. نحمد ربنا ونشكر الظروف ونشكر ربنا سبحانه وتعالى نبعث لنا إنسان فاهم واعي بيقدر ظروف البلاد اللي احنا مرينا بيها. تطوير ملموس في اماكن كتير، يعني اذا كان في المباني، العاصمه الاداريه عندك ايه، في الطرق المعموله كلنا لامسينها، يعني اذا كان عندك اكبر حاجه طبعا هي قناه السويس والطفره اللي حصلت. عمل مشاريع كتير فعلا يا فندم، الراجل دوت نقل البلد من اللي هي كانت تحت الصفر رفعها لفوق يعني صراحة. يعني يكفي ان السيد عبد الفتاح السيسي اثبت للعالم كله ان احنا دولة بنحب السلام وثبت قواعد الامن في مصر، ودي اهم حاجة، وحارب الارهاب اللي هو كان موجود. احنا عمل حاجات ما تعملش ولا 2000 سنة و2000 سنة، طرق والكباري وكل حاجة، والبيوت اللي اتبنت جديدة ومناسخت في الشارع عمل لها بيوت، وده فين الكلام ده؟ الحمد لله ده فضل عند ربنا، ربنا بعته لنا. خلى مصر ترجع لوضعها تاني بين البلاد، بقى لينا كلمة وسلطة، بقينا بندخل مشاركات عالمية مع أمريكا ومع دول تانية. من قبل ما يتولى رئاسة رئيس البلد ما كانش في دولة، ما كانش في حد، حتى منصب الوزير ما كانش حد بيحس بيه، لكن دلوقتي لا، الدولة رجعت، هيبة الدولة رجعت. هو الراجل الصراحة عمل إنجازات كتير، يعني إحنا عندنا عمل كباري اللي هو كوبري لرود الفرج، وعندنا عمل الكباري بتاعت عين الحياه اللي هي في العيشه. هو بصراحه انجز في حاجات كتير، يعني هو رفع البلد رفعه غير اللي كانت فيها خالص. اللي حسينا بيه واللي لمسناه معاه في البلد من ساعه ما تولى الامان، يعني حركه الامن والامان دي مش سهله. بص اللي حواليك في الدول كلها. لا هو رائع، انا بحبه، هو رائع رائع، عمل اللي ما قبل كده ما حدش عمله.